السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. وبالنسبه الوصفه ديالنا ديال اليوم، وصفه اللي سهله، اقتصاديه، سريعه التحضير، يعني فيها جميع المواصفات اللي كتقلب عليهم اي سيده. بالنسبه للوصفه ديالنا ديال اليوم، ما فيهاش مكونات اللي كثيره، نخليكم مع المقادير وبكميات اللي قليله يعني، والمقادير متوفرين في اي بيت. وبالنسبه للمقادير اللي عندنا، كما كتشاهدوا معايا، مكونات قليلة وكميات قليلة، يعني أحسن كيك ممكن توجديه في كل يوم. بالنسبة للقياسات أو للعبارات، الدقيق عندي 75 غرام، ما يعادل 3 المعالق. سكر سنيدة عندي فيه 60 غرام. الحليب 30 ملل، والزيت حتى هي 30 ملل. وبالنسبة للسميدة عندي 45 غرام. بالنسبة للبيض، 3 البيضات، وخمارة كيماوية 10 غرام، يعني هذيك الساشي وكنزيد عليها شوية. بالنسبة للسكر فاني، ساشي وحدة. وبالنسبة لهاد المكونات كاملين، فيهم 3 المعالق 3 المعالق كاملين، يعني اللي ما عندهاش الميزان تاخدي معلقة كبيرة تعبر بها. دونك ندوزو لطريقة ديال التحضير. بعد ما سالينا المزج ديال المكونات كامله، يعني طربنا السكر والبيض هما الاولين، من بعد ضفنا عليهم جميع مكونات السوائل، الزيت والحليب، ومن بعد ضفنا النواشف. من بعد غادي ناخذ المول، كيبان لكم واقيلا كبير، هو راه غير صغير، تقريبا في 22 سنتيم. وكندهنوا بالزبده طبعا قبل ما ننزل فيه الخليط ديالنا. وهنا في هذا الوقت هذه، راني شعلت الفران على درجة الحرارة 180، شعلها من التحت ومن الفوق، يعني درجة اللي معتدلة، ما هي قليلة ما هي كثيرة. وبالنسبة للمدة ديال الطهي، المدة ديال 25 دقيقة حتى 30 ماكسيموم، على ما يتحمر لكم الكيك ديالكم، وعلى حسب الفران ديالكم، يعني ما بين 20 حتى 30 دقيقة.
يعني ما غاديش يفوتها. كما كتشوفوا مكونات اللي قليله وخليط اللي قليل ماشي كتير، يعني دغيا كيوجد. ودابا غادي ندوزو المكونات اللي غادي نسقي بهم الكيك ديالي من بعد ما نخرجو من الفران. كما كتشاهدوا معايا الحليب، يعني ماشي ضروري ديروا الحليب، يعني كل واحد والاختيار ديالو. انا هنايا بصراحة انا كيعجبني بالليمون، كيجيني احسن، ولكن كان متوفر عندي غير الحليب. كما كتشوفوا معايا درت كاس ديال العنبة ديال الحليب، والكاس الثاني ما عامرش. وبالنسبة للسكر 4 ديال المعالق ديال السكر ما يعادل 100 غرام، بالنسبة للحليب 300 مليلتر. وهنا من بعد ما خرجت الكيك من الفران خليته يبرد شوية. هنا غادي تقطعوه على حسب كل واحد والطريقة ديال التقطيع ديالو والشكل اللي بغى يقطع به. من بعد غادي نضيف عليه الحليب. بالنسبة للحليب إذا كان الكيك ديالكم سخون، من الأحسن أن الحليب يكون بارد، يعني تزيدوا عليه السكر وتخليوا السكر حتى يذوب مزيان وتضيفوه على الكيك وهو سخون. يعني يا إما الكيك بارد والحليب سخون، يا إما العكس، يعني باش ما يتعجلش ليكم الكيك. وغادي تضيفوا عليه هذيك الكمية كاملة ديال الحليب، يعني ما تخافوش من النار غير يشربها كاملة. غير هو خليوه من بعد واحد المدة حتى يتشربها، عاد قدموه على حسب اللي بغيتو. بالنسبة للتزيين انا زينته بداكشي اللي كان متوفر عندي، كان عندي الكوك زينته به وشويه ديال لوز ايفيلي، يعني وكل واحد يزينه على حساب داكشي اللي متوفر عنده في الدار. وحتى لما كان شاي يتنزل هكا راه كيجي زوين. بالنسبه للكيك من الاحسن انكم تحطوه في هذا الصهدره، تحطوه في الثلاجه كما كتعرفوا لحقا ساقينه بالحليب، ما يلقش انه يبقى برا ديال الثلاجه، غادي يحمض بالزربه. من الاحسن انكم تحطوه في الثلاجه، ولا كان خلاص الجو بارد ماشي مشكل. هو اصلا ما غاديش يبقى بمده طويله لانه هو غير كيك صغير ماشي كبير. الا كنتو بكم بزاف في الدار ما غاديش يليق لكم صراحه هذا الكيك، يعني غير في غير كميه صغيره ماشي كتيره. كما كتشوفوا معايا شحال من مورسو تما، يعني ماشي بزاف. كما شفتوا سقيته بالحليب كامل. بالنسبه ليا انا كيعجبني صراحه الليمون كيجيني احسن. وبالنسبه اللي كيعجبو النكهه ديال الحامض يسقيه بالحامض، او لا مثلا الحليب يزيد عليه ما زهر، يعني كاين اللي كيعجبو ديك النكهه ديال الزهر. يعني كل واحد الاختيار ديالو، ماشي ضروري تتبعوا الوصفه كما هي وكما كما لقيتوها في الفيديو، نتوما والاختيار ديالكم. يعني هذه غير اضافه، ماشي ضروري انكم ديروا نفس الحاجه، الاهم هو الوصفه والمقادير يكونوا مضبوطين ديال الكيك، هذا هو الاهم. من بعد الاضافات اللي كنزيدو اولا التزيين على حسب الاختيار وعلى حسب كل واحد والشهوه ديالو وشنو كيبغي. وتنبغي نقول لكم بالنسبه للناس اللي مازال ما اشتركوش، اشتركوا في القناه وما تنساوش تفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلكم اي حاجه كنزلها، تكونوا من الاوائل اللي كيشوفوا الفيديو. ولا عجبتكم هذه الوصفه خليلو ديروا لي لايك هكا باش تشجعوني انني ننزل لكم وصفات بنفس زعما الطريقه، نفس كيما غدا دابا. بصراحه غدا بطريقه ديال انني كنختار وصفات اللي تيكونوا فيهم مقادير غير قلال ومكونات بكميات اللي بسيطه، يعني ماشي كثيره هكا باش تجربوهم. وفي نفس الوقت انا كنجرب معكم وصفات جديده. وبالنسبه الحاجة اخرى، الناس اللي ما عارفينش بانني البدايات ديال القناه كنت كنزل فيديوهات ديال الفصاله والخياطه، يعني اللي عندها هذا الاهتمام هذا ديال الفصاله والخياطه غير تزور القناه، غادي تلقى بزاف ديال الدروس ديال الفصاله، ديال فصاله مغربيه جلابه، يعني داكشي كامل اللي عنده علاقه بالفصاله التقليديه ديال. ومن بعد كما كتشوفوا معايا، من بعد ما سقيت الكيك ديالي وزينته، هنا الصراحه انا ما خليتوش يرتاح يعني يتشرب هذاك السيرو اللي درت ليه. انتما من الاحسن انكم تخليوه واحد ساعه باش يشرب، او لا
على حسب، راه كيبان كيبان بان، خصوصا اللي درتو في مول ديال الزاج، راه كيبان واش شرب الكيك ولا مازال. انا قدمته ديما زربان على التصوير، ما خليتوش يرتاح نهائيا. بالنسبه للناس اللي مازال ما اشتركوش، ما تنساوش الاشتراك، يعني ما تبخلوش علينا بهاد الحاجه. الاشتراك ديالكم مهم باش تدعموني انني ننزل لكم وصفات اكثر، واللايكات ديالكم اهم حاجه، والبارتاج طبعا، بارتاجيو الفيديو اللي عجبكم مع احبابكم وصحابكم. وغادي نقول لكم الله يعاونكم، ومع السلامة الى فيديو جديد ان شاء الله، وبوصفة جديدة اللي نشاركوها مع بعضنا ونجربوها جميع. الله يعاونكم.